انت ازاي فاشل متضايق ليه؟ الفاشل اللي زيك ما ينفعش يتضايق، الفاشل اللي زيك ما ينفعش يتكلم، ازاي يا ما ينفعش؟ ايه يا عبد؟ ايه يا عبد؟ عمي يا عمي يا عمي يا ولد يا ولد والله عم تفكرني يا عم عليك يا عم عامله فيك مقلب عامله فيك مقلب يلا ايه يا شيخه بلغه يا شيخه العيد يا عم عامله فيك مقلب وحبه ازيكم عاملين ايه رب تكونوا بخير وحشيني جدا 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 يا احلى ناس المهم متنسوش بقى تعملوا لايك وسبسكرايب تفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد والناس تحت اللي مش متابعاني على الانستجرام تنزل تحت في الديسكريبشن بوكس او في اول كومنت هتلاقي الانستجرام بتاعي كل الناس تعملي فولو لو سمحتم ارجوكم عشان بيفوتكم حاجات كتيره جدا جدا بصوا يا جماعه النهارده بقى انا قررت ان انا اعمل حاجه مخيفه حاجه مريبه بجد والشخصيه اللي انا هعمل فيها الحاجه ديت هي شخصيه مريبه لوحدها تمام النهارده ان انا قررت ان انا اعمل مقلب والمقلب دوت في عبد الرحمن اخويا ويعتبر ان هو اول مقلب انا اعمله فيه تمام والشخصيه ديت اللي هو انا بتجنب ان انا اعمل معاها مقالب ليه لان هو شخصيه عصبيه شخصيه عصبيه بطريقه غير طبيعيه اللي هو بيتعصب واللي هو بحاول اتجنبه فمش زي سيف مش زي سلام اللي هو نبذه العصبيه عندهم هاديه شويه مش عاليه الواو لكن ده بقى الصاروخ عارفين الصاروخ يعني عارفين قطر الموت هو بالنسبه له قطر الموت تمام فربنا يستر انا عامله فيه مقلب خطير خطير واللي هو مش مقلب مش هيبقى مقلب بس لا ده هنرفزه شويه هعصبه شويتين هطلع عينه ثلاث حبات حبايه كده بصراحه هو جه في بالي هو معصبني بقاله كذا يوم وانا بقى متضايقه منه فانا قررت ان انا هعمل فيه مقلب فمش هحرق لكم المقلب ومش هقول لكم هو ايه وكل الكلام ده تعالوا ابداوا معايا اليوم وتعرفوا كل حاجه طب يا جماعه وديني جيت مين المشهور المفروض ان انا كنت رايحاه يعني بس ده بقى لتبع تكمله المقلب اللي انا عاملاه انا اصلا يعتبر كانت الاخبار جاياني واصله لي في التليفون طبعا انتوا عايزين تعرفوا ايه هي الاخبار اللي كانت واصله لي وايه هو الحوارات والدنيا دي كلها فانا كل حاجه موجوده في الورقه دي الورقه دي تشوفوها في اخر هتشوفوها مع عبده يلا يلا شوفها مع عبده لما عبده يشوفها انا هوريها لكم تمام تمام واحنا دلوقتي طالعين منين وصلنا البيت طب يا جماعه وهنخش بقى مش عارفه لماذا نحن هنا طب يا جماعه وصلنا البيت تمام ونبتدي بقى المقلب بتاعنا تعالى يا ولدي امسك لي النوبايل بتاعي وهات النوبايل التاني عشان نكلم عبد الرحمن يجي طب يا جماعه المفروض ان انا اكلمه دلوقتي استعجله لان هو بره البيت وانا عايزه بقى الحق بقى بسرعه اعمل في المقلب وكده قبل ما ابن خالتي يجي تمام او قبل ما يروح يجيب ابن خالتي يعني تمام فانا هكلمه دلوقتي اوكي وهزعق فيه يعني انا بكلمه دلوقتي حاليا تمام وهزعق فيه على طول هخش فيه شمال عشان ايه ما يلحقش يستفهم حاجه الو الو ايه يا عبده فينك هو ايه اللي فين تعالى يلا على البيت بقول لك تعالى على البيت ايه الهبل ده يلا بقول لك ما تخلينيش اتعصب عليك عشان انا اصلا متعصبه بسرعه دقيقتين والاقيك عندي ما اعرفش ازاي دقيقتين والاقيك عندي انا لسه كمشه بس كده اطمأن قلبي قلت احسن ايه اضحك والله في المكالمه وماسكه الموبايل وسيف مش عارفه بيعمل ايه جوه فحسيت ان انا بتعب نفسي بنفسي ولما يجي كده انا ان شاء الله هفتح الكاميرا من تاني بس اكون مثبت الكاميرا او اقول له عامله فلوج اي حاجه يعني وبس بصوا انا مش عارفه انتوا شايفيني ولا مش شايفيني بس انا غيرت الحطه بتاعه الموبايل وكده كده بعد كده هقول له انا هقوم اصور فلوج وحاجات كده يعني بس انا قلت بلاش همسك الموبايل في البدايه عشان ما يفهمش ان انا ايه عامله في المقلب تمام
دلوقتي المفروض ان عبد الرحمن جاي تمام ومعايا الورقه دي تمام. الورقه دي هتشوفها في الاخر، الورقه دي هي اللي هتقوم عليها الخناقه اصلا تمام. وربنا يستر بقى. اهواء البيت غير ما ترجعش البيت غير مع ابوك.
بالنسبه للمذاكره دي مفيش، موبايلك ان شاء الله هيتسحب. وايه ده يا عبدو لما تجيب بس نتيجه حلوه هديك يا عبدو فلوس، وابوك قال انك لما تجيب نتيجه حلوه هناخد يا عبدو مش عارفه ايه، في الاخر صفر. صفر كده منور كده، ثلاث كحكات كده منورين ماشي كده بيهم. اعمل لك ايه طيب يا ياسمين؟ مش فاهم اعمل ايه طيب في اللي فات. انجح يا ام حتى لو مقبول يا ابني. مقبول من المقبول حتى انت مش معديه، يعني ايه ده حتى المقبول مش واصل ليه؟ انا مش عارفه في ايه خالص خالص يا ابني. ما فيهاش امتحان ليه المادة دي اصلا حضرتك كده بالصلاه على النبي. انت شلت السنه عشان بس تبقى فاهم. لو عملت في السنه انت مش هتعرف تنجح. انت شايل ثلاث مواد، ما انت شايل ماده واحده. عارف يعني ايه ثلاث مواد؟ ثلاثة ازاي يا جدعان؟ ما تعصبناش بقى يا جدعان. ثلاثة ازاي؟ انا معرفش. انت ما تعرفش واكله دماغك دي. سيبها مسحها يا عم. والله العظيم ما بلعبها يا عم، مش ناقصك ايه دي بقى. ده شوف بقى ابوك لما يجي ان شاء الله هتروح تقول له ايه هم ده، وعايز تاكل وعاوز تشرب وعاوز تلعب، ده اللي انت فالح فيه. مفيش مش فالح في اي حاجه تانية خالص. انسان فاشل. انت انسان فاشل. متضايق ليه؟ الفاشل اللي زيك ما ينفعش يتضايق، الفاشل اللي زيك ما ينفعش يتكلم، ازاي ما ينفعش. ايه يا عم؟ ايه ده طيب؟ ايه يا عم؟ يا عم ابعد عني يا عم، يا عم ابعد طيب عشان ما اخرجش. طب بس 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 سيبك بس يا عم يا ابني يا ولا انا عامله فيك ملف يا ابني. يخرب بيتك يخرب بيتك يا ولا والله عامله فيك مقلب. يا جامد انا مش عارف ادي عليك يا عم. عامله فيك مقلب. الناس اللي بتتفرج عليا دي عامله فيك مقلب. يلا بعيد يا شيخه بلا مقلب ولا بتاع يا شيخه. بعيد يا عم التعبيط. عامله فيك مقلب وحيد ربنا. خد يا سلام. بعيد يا عم بلا مقلب بلا بتاع يا ابني. عامله فيك مقلب وحيد ربنا. مش زينك يا ربنا. عامله فيك مقلب. طب يا اسطى انجح يعني بالمقلب. اه ده استنى. عامله فيك يا ابني قلت لك عامله فيك مقلب. يا جماعه الفاشل ده الفاشل يعني دي النتيجه بتاعته. دي النتيجه بتاعته. عبد الرحمن عبد الوهاب عبد الوهاب محمد عبد العزيز الباشا تمام ناقص 9 درجات من النتيجه النهائيه. 9 درجات من النتيجه النهائيه يعني مقفل العربي. جايب العربي 40 من 40. جايب اللغة الإنجليزية 25 من 30، 16 من 20، 30 من 30 في الرياضة، العلوم نفس الحوار، المجموع بتاعه جايب 131 من 140، ده يرضيكم؟ 9 درجات. تسيبهم كده؟ تسيبهم كده؟ أخويا الشاطر الدحيح. والله ولا بيبان عليه مذاكرة ولا بيبان عليه، بس إيه رأيك؟ إيه رأيك؟ وكلمتك في المكالمة وزعقت لك. بس طيب عشان قلبي والله كان هيقف. قلبي والله كان هيقف. هو قلبك هنا؟ طب يا جماعه قولوا له تحت مبروك يا جماعه. بس انا حبيت بصراحه اعمل فيه مقلب كده يعني علشان ايه؟ علشان يخاف يعني عشان الترم الجاي يكون جايب احلى واحسن واحسن، عشان هو بصراحه مش بيذاكر قوي يعني تمام. فانا حبيت اشد عليه سيكه يعني، وهو باين له بردك ان النتيجه ديت مش دايما زي ما يكون هو مطمن وانا تمام ومفيش اي حاجه. لا لازم يبقى شادد شويه تمام بالنسبه لي او لغيره تمام. فانا بقترح المقلب ده اعملوه في اي حد من اخواتكم عشان يذاكر، عشان ما يحس ان هو هيشيل وان هو مش هينجح او ان هو هيبقى فاشل هتلاقوه فجاه ذاكر تمام. ودي النتيجه بتاعت الحاج عبد الرحمن يا جماعه. هو اسمه عبد الرحمن بس هو اسمه في البطاقه عبد الوهاب تمام، بس احنا بنقول له عبد الرحمن تمام. ابو هاب ابو هاب.
طب يا جماعه، وزي ما انتم شايفين النتيجه، ادي النتيجه بتاعته هو. مبروك عليك يا عبد الرحمن بيك، تمام. والنتيجه ديت ان شاء الله بقى ايه يعني، هحوشها لك على نتيجه الترم الجاي ان شاء الله، عشان تاخد بقى ايه الفلوس اللي اتفقنا عليها، تمام. المهم بقى ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم